بعد ما حطينا الزبده الاصبعين اللي هم 200 جرام، حطينا معاهم السكر البني والبيضتين والفانيلا، اضفنا الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج سودا، واضفت الكورن فليكس المطحون. عيار كورن الكورن فليكس 3 كوب بعد الطحن. بعد الطحن اطحنوا بعدين وزن. يا زهره الوفاء. نعم زهره الوفاء حبيبتي، بعد ما تطحنيه بتعيري 3 كوب مش قبل، اوكي؟ وبعدين حطيت البيكنج باودر والبيكنج سودا ورشه الملح، وحطينا الشوكولاته واللوز، وبتقدروا زي ما حكيت لكم تغيروا حسب الموجود بالبيت من المكسرات. بنحطهم بفرن حرارته، ركزوا معي، 180 درجه لمده 8 دقائق فقط مش اكثر، بنحرق وبيبطل زاكي الكورن فليكس. بتطلعوهم هم شوي طرايا برجعوا بجمدوا بحراره الغرفه، لا تخاف. كوكيز الكورن فليكس بالشوكولاته واللوز، 200 جرام زبده، 3 ارباع كوب سكر بني، نحتاج لحبتين بيض، فانيلا، كوب ونصف طحين، 3 اكواب كورن فليكس مطحون، ملعقه صغيره بايكنج باودر، نصف ملعقه صغيره بايكنج سودا، رشه ملح، كوب شوكليت شيب، نصف كوب لوز مجروش. انا هاي اللي بدي اياها للشوكليت شيب. شوكليت شيب عشان هيك خليتك تقرا كوكيز. طيب يا اصدقائي واعزائي، خلينا نشيل هاي. اوكي، هاي الكوكيز كتير ذكيين ورح تنبسطوا عليهم، وبتقدروا تشكلوا وتغيروا فيهم زي ما بدكم. شوفوا ايش بدنا نعمل هلا. الكورن فليكس او حبوب الافطار المتعارف عليها اللي هي عليها ايش؟ سيريال. بس اي نوع؟ الكورن فليكس اللي عليه ايش؟ الكورن فليكس اللي عليه الدجاجه. اللي عليه الديك. الديك الدجاجه. اللي هو هذا النوع، هذا اللي انا مستخدمته شايفينه، اللي هو هذا. تمام. مش المحلى، في انواع محليه، هذا اللي مش محلى ما عليه سكر، في منه بيكون عليه طبقه سكر، فما بدي اياه، بدي العادي الساده. حاططه على محضره الطعام وطحنته لصار بودره. هلا هاي بتقدروا تعملوا فيها كتير شغلات غير الكوكيز. انا مره غلفت فيهم دجاج كتير طلع زاكي ومقرمش، فرح تنبسطوا عليها. ايش هاي؟ ليش هيك؟ هذا بدون اصابع. بدون اصابع فعليا. او اظن ساحه من النار. فما علينا. المهم هاي وهاي كمان هيك. طيب سمير، هلا شو بدنا نعمل؟ هون انا مدوبه، هو مش مفروض يكون هالقد دايب بصراحه، لانه بالكوكيز عاده بنحب انه تكون الزبده بحراره الغرفه، بس انا الصراحه لانه الاستوديو كتير بارد اضطريت احطها دقيقتين على النار فسحت زياده. انتم خلوا قوامها يكون كريمي، يعني بحراره الغرفه تكون. رح نحط عليهم السكر البني، وهذا هو السكر اللي انا بستخدمه، مش الحبيبات اللي بيكون شوي ملبط هيك شايفينه، هذا اللي بينفع للكوكيز. انت هسه علقت هاي اغنيه جديده طبعا، علقت في مطبخ رؤيا. طب ما عم تلعب براسي، شو اعمل يعني؟ الاغنيه شغاله في راسي لازم احكي. بدك اياها النار هاي؟ لا خلص. اوكي، اذا حطينا الزبده وحطينا السكر البني، رح نحط البيضتين اللي عندنا، رح نحط عليهم الفانيلا، ما رح نضطر شكله للخلاط، معي خلاط بس على الأغلب ما رح أستعمله. هلأ رح ننزل الكوب ونص من الطحين بعد ما نحط عليهم، هون عندي بيكنج باودر وبيكنج سودا ورشة ملح، بدنا نحطهم على الطحين. صار عندنا المواد الجافة مع بعض، ننزلهم مع الخلط المستمر. وهلأ سمير شوف شو سهلة بسيطة. هلأ بدنا نضيف الكورن فليكس اللي عنا المطحون، 3 كوب عندي، رح أحط أول إشي هالقدة، نخلط، بعطي هيك قوام كتير زاكي بالكوكيز مقرمش. بلش ينخلط ويتجانس. اوكي، رح نحط الباقي. هلا رح استعمل ايدي بصراحة لأنه أسهل. خلينا بس نشيل كل هاي الأشياء عشان عمر يضل راضي علينا، الله يرضى عليك. مخرج مرتب عمر رواش. والله غير شكل. شفتوا؟ طب كيف ما بدكم اغنيها وانتم بتغنوا لي اياها في ديني؟ ما انتم حطيتوها في داني. الاغنيه هاي صارت فيم تبع المطبخ رؤيا هسه. مش معقول. تطلعها من روسنا. شايفين كيف بلش كله يمسك على بعض؟ شوفوا كيف بصير القوام. شايفين احلاهم؟ ما بتصدقوا الطعم. اذا رح اعيد لكم بالضبط المقادير. نحتاج ل 200 جرام من الزبده ياخذوا 3 ارباع كوب من السكر البني،
بياخذوا بيضتين وفانيلا، بعدين حطينا كوب ونص من الطحين، اضفنا لهم 3 كوب من الكورن فليكس المطحون. شوف والله مش عم بمزح، بس ذوق قبل ما ينخبز. والله هيك عادي، هو فيه بيض بس انه ذوق. اقسم بالله صاير مطحنة شرايط انا. كل والله العظيم كل شيء من ذوق، اي شيء ذوق اشو ما ينولوني بذوق بذوق بذوق. ماسكها اسمعي، انا مفكره امن على حالي. شوفوا يا جماعه، هلا هذا البيس او اساس لكثير انواع كوكيز. يعني انا مرات بعملهم هيك وبحط عليهم مثلا لوز، وبحط عليهم مثلا زبيب، مرات بحط عليهم كرامبريز، مرات بحط عليهم مشمش مجفف وجوز مثلا. فيعني هذا بستعمله كاساس مع الكورن فليكس هيك بهاي الطريقه، وبعدين رح اضيف لهم هاي الاضافات. هون عندي لوز مطحون رح احطه واكبسه على الكوكي. هاي مليون كالوري فيها، شوي على اساس كثير بتراقبي. هون عندي التشوكليت شيبس برضه رح اضيفهم للكوكيز لانهم كثير رح يطلعوا زاكين معاهم. بعد ما حطينا الزبدة الأصبعين اللي هم 200 جرام، حطينا معاهم السكر البني والبيضتين والفانيلا، أضفنا الطحين مع البيكنج باودر والبيكنج سودا، وأضفت الكورن فليكس المطحون. عيار كورن الكورن فليكس 3 كوب بعد الطحن. بعد الطحن بعد الطحن اطحنوا بعدين وزنوا. يا زهرة الوفاء. نعم زهرة الوفاء حبيبتي، بعد ما تطحنيه بتعيري الثلاثة كوب مش قبل، أوكي؟ وبعدين حطيت البيكنج باودر والبيكنج سودا ورشة الملح، وحطينا الشوكولاتة واللوز، وبتقدروا زي ما حكيت لكم تغيروا حسب الموجود بالبيت من المكسرات. بنحطهم بفرن حرارته، ركزوا معي، 180 درجة لمدة 8 دقائق فقط مش أكتر، بنحرق وبيبطل زاكي الكورن فليكس. بتطلعوهم وهم شوي طراية برجعوا بجمدوا بحرارة الغرفة، لا تخاف. هاي الحجم هيك بيكون لما تحطوا الشب بالفرن بفرد بالطريقة هاي. هلأ شايفين مثلا هاي انا خبزتهم عمرتين، هلا انا بدي هذا اللون. تعالي عند الكاميرا هي. هذا اللون كثير ناشف بيطلع. اوكي، وكيف بنعرف انهم خالصين؟ بتطلعوا من تحت، بيكونوا شقروا من تحت، شايفين هاي غامقه كثير. هاي قعدت 10 دقائق، هاي 8 دقائق، فهي الفرق. اوكي